تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحملة وهذه الفقرات المتجددة بشكل يومي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم مع هذه النخبة من العلماء والدعاء، وهذه الفقرة الأولى التي تبدأ بفضيلة الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى. يا مرحبا شيخنا الكريم. يا مرحبا بالحبيب، رفع الله قدرك، متع الله بك. حقيقة يعني من بداية الشهر شهر ذي الحجة، وكنت أود أن أكون أستضيف فضيلتك يوما منها، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم بقدر الله تبارك وتعالى دون ترتيب بشكل كافر، يعني ليشاء الله سبحانه وتعالى أن أكون يعني ضيف على فضيلتك، يعني أنت صاحب المكان. قد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. نعم نعم، رفع الله قدرك شيخ محمد وأحسن الله إليك. مشاهدين الكرام، ها هي خير أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. ها هي الأيام سرعان ما تنتهي، والعاقل هو الذي يدرك هذه الأيام ويغتنم الفرصة البقية. شيخنا الحبيب، خلينا نبدأ في هذه الفقرة بتذكير بما تبقى من أيام في هذه الشهر وفضل استغلال واغتنام هذه الأيام. نعم، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فأيضا أنا من دواعي سروري أن أجلس إليك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل. هذا شرف لي والله، متع الله بك حقيقة. أني أشهد الله أني أحبك في الله، وأنا أشهد الله بذلك، الله وأتقرب إلى الله بحبك. الله يحفظك، فأنت وجهك الذي يجيء بالخير. ربنا يرفع قدرك شيخ محمد ويحفظك ويعلمنا جميعا وإياك. أنا دائما ما أتعلم منك. لا 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 لا، أنت معلم. أنا لا أريد أن أضحك على الناس، ولكن والله دائما ما أتعلم من سمتك وهدوئك وابتسامتك وعلمك، لا سيما في علم الحديث الذي نشرف ونرقى بسماعك. أما أنا فرجل خال الوفاض، أسأل الله، إنما هو ستر ربك فقط مرخا على العبد. وأنا لست في حاجة إلى يعني أن أتورع، فنعوذ بالله من خشوع النفاق، لكن هو كما قلت هو ستر الله عز وجل مرخا على عبده. أسأل الله عز وجل أن يسترنا إياكم بستر الجميع. رفع الله قدرك. طبعا كل شيء في هذه الحياة يحرك إلى الآخرة. والغريق الأحمق الذي يصفه العلماء، قالوا أن الغريق الأحمق هو الذي يكون في لجة البحر ثم ينتظر هذا الأحمق أن يسبح إليه الشاطئ، بينما نجاة هذا الإنسان في يده. يعني هو الآن في لجة البحر بيغرق يعني، طيب، والإنسان ده منتظر أن الشاطئ يسبح إليه حتى يخرج من هذا الغرق. نعم، بينما نجاة هذا الشخص كما قلت في يديه. في يديه. هو لو سبح إن شاء الله يعني يكون سبب في نجاته. فكذلك كل شيء في هذه الحياة يحرك إلى ذكر الآخرة. فهذا المشهد المهيب مشهد الحج. أول ما يخطر في بال الإنسان الحشر والبعث. سبحان الله. أي نعم، فالإنسان ينظر إلى هؤلاء الحجيج وكأنهم قد انبعثوا من قبورهم. نعم، واضح، زي كأنهم قد نشروا.
الى الله عز وجل. يخرجون من الاحرام شيخنا اللباس الموحد والشكل المهيب والشكل نعم صحيح. يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر يهرعون الى الله عز وجل. فكذلك الحاج كما قلت كل شيء في هذه الحياه يحرك الى ذكر الاخره. يعني مثلا سنضرب مثال كل ارباب الصنائع كل منهم اذا دخل الى مكان ينظر الى ما يعنيه. بمعنى انسان كل الحرف واحد شغال مبلط اول ما بيدخل مكان اول حاجه بيبص على ايه؟ الارض. صنعته شغلانته. طيب واحد نقاش اول ما بيخش بيت مكان او شقه يعني اول ما بيخش في مكان بيعمل ايه؟ بيبص على الحيطان. واحد بناء اول ما بيبص برضه بيبص على الحيطان بتاع محاره وهكذا. واضح ازاي؟ فكل شيء في هذه الحياه يحث ويدل الانسان على الاخره. نعم كما قلت كل ارباب الصنائع ينظرون هذه النظره. نعم والانسان العاقل الحصيف الذكي والذي ايضا ينظر الى بهذه النظره. صحيح. الربيع بن خثيم كان يمشي ذات يوم مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا الربيع بن خثيم من يعني من اساطين التابعين الكبار. الربيع بن خثيم هذا يقول بعضهم عنه قال صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلمة تعاب. 20 سنة ما سمعتش منه كلمة أقول له دي عيب. ما كانش يصح أن تطلع منك. 20 سنة. هذا الرجل كما قلت كان من أساطين التابعين وكان يصحب عبد الله بن مسعود دائما. فبينما هو يمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلا عبد الله بن مسعود قول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار إذا رأت الكفار عايزة تنقض عليه. سبحان الله. فلما تلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية أغشي على الربيع بن خثيم. نسأل الله العافية. فعاده عبد الله بن مسعود من الظهر إلى العصر فما أفاق. ثم عاده من العصر إلى المغرب فما أفاق. ثم عاده من المغرب إلى العشاء فما أفاق. نعم. لم يفق الربيع بن خثيم إلا بعد العشاء. بعد العشاء. كما قلت هذه الآيات تخاطب القلوب. نعم. كذلك هذه المشاعر. الإنسان وهو في الحج المفروض أنه يستحضر ذلك المعنى. نعم. أنت خرجت من دنياك بكل شيء. الإنسان في حجه يتجرد من كل شيء حتى المخيط. وكأنه بذلك ذاهب إلى ربه سبحانه وتعالى. وهو كذلك كأنه يتكفن عندما يلبس هذا الثوب الأبيض الذي ليس فيه شيء من المخيط. هكذا يكون حاله. نعم. خرج من دنياه. واضح ازاي؟ وفي قبض الطفل عند ميلاده دليل على الحرص المركب في الحي. نعم. وفي بسطهما عند الممات إشارة ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. الله أكبر. إيه نعم. وفي قبض الطفل عند ميلاده دليل على الحرص المركب في الحي. الطفل أول ما بيتولد بتشوف إيده إيه؟ مقبوض منقبضة. ضامم إيده. صحيح. نعم. وفي قبض الطفل عند ميلاده دليل على الحرص المركب في الحي. وفي بسطهما عند الممات إشارة ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. سبحان الله. إنسان لما يموت خلاص تنشر أصابعه هكذا. دليل على أنا خرجت من الدنيا هكذا. واضح إزاي؟ فالشاهد الذي أريد أن أقوله عن هيبة ذلكم المشهد هو مشهد عظيم. ينبغي على الإنسان كما قلت في كل شيء في حياته أن يتحرك بهذا أو ينطلق إلى الله عز وجل أو يسير إلى الله عز وجل بهذه الحيثية. كل شيء في الحياة يحرك إلى ذكر الآخرة. يعني مثلا لو انطفأ النور المصباح انطفأ أول حاجة تفتكرها إيه؟ القبر. نعم. أنت ستكون وحيدا دليسا في قبرك. طيب الإنسان العاقل هو الذي يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. نعم. أنت ستموت ولكن ما هو الزاد الذي ستحمله معك في هذه الرحلة الطويلة جدا؟ نعم. أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال بعد المفازة. السفر طويل. طويل. نعم. يبيت الإنسان طاويا في قبره في ليلة صباح تلك الليلة هو يوم القيامة. سبحان الله. هذه الليلة التي يبيتها الإنسان في قبره صبيحة هذه الليلة يوم القيامة. نسأل الله حسن الخاتمة يا رب. آمين. ولا زال ولا
الإنسان العاقل والذي يقدم كما قلت هذا القربان. نعم. فقال بعد المفازة وقلة الزاد. تخيل أبو هريرة يقول قلة الزاد، يعني بيقول ما عنديش أعمال تبلغني أو زاد يبلغني في هذا السفر الطويل، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان هو يقول ذلك عن نفسه، قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أو على شبع بطني رضي الله عنه، ومع ذلك يقول قلة الزاد، يعني بيقول ماليش أعمال تبلغني. يعني لو أن إنسانا منا مثلا أراد سفرا طويلا ماذا يفعل؟ يعد العدة، يحضر طعام والشراب ويشيك على السيارة والزيت والبنزين والكاوتشات والكلام ده، ليه؟ لأنه مسافر سفر ومش عايز يتعطل في هذا السفر. نعم. طيب كذلك نحن أول أمرنا المهد وآخره اللحد. نعم. وهذه المدة التي يعيشها الإنسان هي التي يغرس فيها الإنسان هذا الغرس، حتى إذا وافى ربه غدا وجد وجنى ذلك الغرس. نعم. والقبر صندوق العمل، وحري به شيخنا الحبيب أن يغتنم هذه الأيام لتكون له زادا كما ذكرت فضيلتك. صحيح. أخذ اتصال وأعود لفضيلتك. معنا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. عايز أستأذن حضرتك أستفسر على حاجة صغيرة بعد إذن حضرتك يعني. تفضل. أنا حضرتك يا شيخ لي فترة بتاع خمس ست شهور كانت تجيني حاجات زي وسواس كده في البداية، يعني زي أنا حاسس إن في حد بيكلمني يا شيخ. وسواس؟ أنت تسأل عن الوسواس؟ طيب لعل الاتصال انقطع من احمد. خلاص شيخنا الحبيب، يعني انا سمعت منه انه كان يتحدث عن الوسوسه تقريبا. نعم. كيف يدفعها العبد؟ نعم والله هذا امر جلل، واسال الله عز وجل ان يسلم جميع اخواننا من المسلمين رب العالمين. اللهم امين. ملخص العلاج او الطب النفسي كله في شطر ايه. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا ألا بذكر الله تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. هذه الآية كما قلت شطر العلاج النفسي. الإنسان يطمئن بالله، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيب، وما أصابك لم يكن يخطئ. نعم. فالإنسان أولا من أهم العلاجات لهذا الداء، الإنسان يدرأ ويدفع عن نفسه ولا يسترسل. نعم. الإنسان لا يسترسل مع أفكاره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول هذا الله خلق كذا وكذا. فمن خلق الله؟ قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ثم لينصر. خلاص. نعم. فكر في الموضوع ده. لكن كون الإنسان عمال يسترسل، ربنا خلق السماء، خلق الأرض، خلق الحيوانات، ماشي البني آدمين، ماشي ماشي، ثم بعد ذلك طب فمن الذي خلق الله سبحانه وتعالى؟ نعم يقولون هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأل عن ذلك فقال وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. نعم. الإنسان ما فيش مشكلة أنه يتأمل ويتفكر في عظمة الله عز وجل. كما قال بعض السلف لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. لكن الشاهد إيه؟ الإنسان يتفكر. لما قيل لأم الدرداء ما هي أجل عبادة لأبي الدرداء؟ قالت التفكر في عظمة الله سبحان الله. دي من أجل العبادات. نعم. اللي احنا مفتقدينها. ولذلك الله عز وجل قال في أواخر أو في خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعود. يبقى التفكر في عظمة الله عز وجل هذا من أهم الأشياء التي ينبغي على العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل فيه، أن يتفكر في عظمة الله. نعم. لأن هذا يقود الإنسان إلى التسليم. الإنسان خلاص يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا. واضح إزاي؟ وكذلك كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول لأن أتفكر في عظمة الله خير لي من قيام الليل. كون الإنسان يتفكر في ذلك وده أمر مهم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتأمل أو لم يتدبر فيها. نعم.
هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. يبقى التفكر ده أمر مهم جدا. لكن أهم حاجة في هذا العلاج كما قلت عدم الاسترسال. الإنسان ما يسترسلش بقى إيه في هذا الداء، ما هو ده داء. طب إحنا عايزين الدواء بتاعه خلاص، ان الانسان ما يعودش يسترسل بقى في الكلام، يستعيذ بالله من الشيطان ويكف نفسه، ينصرف بقى. يصرف فكره وعقله. نعم. انسان لو كان الانسان منشغلا ما وجد وقتا شاغرا لكي يذهب الى هذه الوسائل. صحيح. نعم انا اخذ عمر شيخنا الحبيب واعود اليك. معنا عمر، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. لو سمحت ان شاء الله، يعني بالنسبه للصيام يوم السبت، يعني صيام عرفه، هل الواحد يصوم يوم قبليه ولا لا، ولا يجزى الواحد يصوم اليوم وخلاص؟ صيام يوم السبت ماله يا اخ عمر؟ يعني الواحد يصوم، يعني هو منفرد كده في يوم عرفه وخلاص، ولا لازم يصوم يوم قبليه؟ تمام. هو يسال هل يعني صيام يوم السبت يصح منفردا ام انه لابد ان يسبقه يوم؟ نعم، لا باس بذلك. نعم، اذ ان الحديث الوارد في ذلك حديث لا يصح. نعم. لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. هذا الحديث من الجهه الاسناديه او الحديثيه حديث فيه كلام ولا يصح يعني. وان كان الشيخ الالباني رحمه الله، اسال الله عز وجل ان يبل ثراه، نعم اللهم امين، ذهب الى ان الحديث حسن، لكن الذي اراه والله اعلم يعني ان الحديث لا يثبت. نعم. النهي ورد في يوم الجمعه. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيام يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصمت يوما قبله؟ نعم. قال لا. قال تريد أن تصوم يوما بعده؟ قال لا. قال فأفطر. فالنهي ورد في إفراد يوم الجمعة بالصيام. لكن يوم السبت مفيش مشكلة، لا سيما وأنه وافق يوما فاضلا. نعم. ألا هو يوم عرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. نعم. والمستقبل. فهذا يوم يغفر الله عز وجل له، يغفر للعبد سنتين بهذا اليوم. نعم. فالإنسان يبادر إلى الله عز وجل، مش عشان اليوم مثلا وافق يوم السبت إن إحنا كده بقى نمتنع، لا، الحديث كما قلت لا يصح في ذلك. فالإنسان يبادر إلى الله عز وجل بصيام ذلك اليوم، هذا لا بأس به. نعم. فوش أدنى مشكلة. نعم. طب شيخنا الحبيب، خلينا نعود إلى مسألة مهمة وهي الذكر في هذه الأيام. يعني نحن في أيام فاضلة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا. كيف هي العبادات التي المفروض أن نغتنمها في هذه الأيام، لا سيما عبادة الذكر؟ وقد يعني قرأنا وسمعنا كثيرا من علمائنا وشيوخنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يكبرون الله عز وجل في الطرقات، وكانوا يذكرون الله كثيرا في هذه الأيام. كيف أحوال الذكر في هذه الأيام؟ نعم، أثر عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. فهذا فيه حث. نعم. واستذكار. إذ إن الإنسان في هذه الأيام كما ذكر الله عز وجل يذكر اسم الله في أيام معلومات. نعم. هذه الأيام المعلومات هي التي نعيشها الآن. هي العشرة أيام دول المعدودات. نعم. التي ذكرها الله عز وجل يذكر الله في أيام معدودات. نعم. هي قال أهل العلم أنها أيام الفطر. أيام الفطر. نعم. فأيام المعلومات هي التي نعيشها، هي العشر دي. فالإنسان ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل. نعم. أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. وإن كان الحديث لا يصح، لكن أنا أقول على مسألة الإنسان يكثر من ذكر الله. لكن هذا الحديث لا يصح شيخنا. لا. نعم. لا يصح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. نعم. في ليلة الإسراء والمعراج. فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فإبراهيم الخليل يسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة. نعم ما شاء الله. فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. نعم. عذبة الماء، وأنها قيعان. وأن غراسها، شوف بقى غصر الجنة عشان. نعم. نبدأ نغرس من دلوقتي. نعم. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله هذا أكبر. هو غرس الجنة. الله أكبر. فالعاقل هو الذي يكثر من ذلك. نعم. الغرس. حتى في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الدعاء يوم عرفة. نعم. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى أفضل دعاء ممكن الإنسان يدعوه في يوم عرفة هذا هو الدعاء. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل دعاء الإنسان ممكن يتضرع إلى الله عز وجل به في يوم عرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناخذ مداخلة شنو أعود لحضرتك معنا عصام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. اهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب. الله يكرمك. ازيك يا شيخ محمد؟ سلمكم الله. الله يكرمك. لو سمعت يا شيخ محمد والله امرني. الاضحيه لابد ان تكون كثره، لان هي ممكن تكون عدد سنتين بس ما كثرتش لسه، شرط ان تكون كثره. ده في الابل في البقر يعني؟ لا في البقر، يعني بقول عدد سنتين بس هي ما كثرتش لسه. انت من ادراك؟ انت عارف ان هي لم تبلغ السنتين؟ ايوه اللي شارينها من بقول عدد السنتين. تمام تمام. طيب سيجيبك الشيخ محمد اخ عصام. معنا ايضا ام حمزه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام حمزه. السؤال، اخت تاخرت عن الاهلال بالحج بعد المقود بسبع دقائق. تاخرت عن ماذا؟ ميقات الاهلال بالحج. تاخرت عن الاحرام. الاهلال ان هي جت جه الميقات وهي ما احرمتش بعد، يعني احرمت بعدها بسبع دقائق. احرمت بعد الميقات بسبع دقائق. اه تمام. يعني في الطائره ان هي كانت بدات بالتلبيه من اول ما طلعت من الطياره. اه يعني هي بدات بالتلبيه قبل من الميقات ولكن لم تحرم الا بعد الميقات. اه هي يعني هو الطيار قال او اللي في الطياره قال لهم ان هو بعد 10 دقائق، هي قعدت بعد 17 دقيقه. اه يعني هي في الطائره اتى الميقات ولكنها لم تحرم في هذا التوقيت. نعم سيجيب حضرتك الشيخ محمد. شكرا جزيلا ام حمزه. نجيب الشيخ محمد على سؤال عصام، كان يسال عن الاضحيه، هل لابد ان تكون قد اكمل السنتين في البقر ام لا؟ نعم. سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. نعم. أن تكون ثنية كسرت سنتين. نعم. إحنا عندنا الماعز بيبدأ من ست شهور، بعد ست شهور. الخرفان من بعد سنة. البقر من سن سنتين. الإبل الإبل من سن خمس سنوات. هذه السنة. حتى إن العلماء قالوا أن الذي يضحي دون هذه السن لا تجزئه هذه الأضحية. فينبغي الإنسان إن هو مثلا يعني حتى الأغنام سنة؟ أي سنة؟ سنة. أم أن الماعز هو الذي يكون سنة؟ آسف العكس. نعم الماعز سنة. صحيح. والأغنام ستة أشهر؟ ستة أشهر. نعم تمام. نعم. نعم. على أساس إن هو يكبر سريعا. نعم. يعني. جميل. فالشاهد العلماء يقولون أن لو أنه ضحى دون هذا السن لا تجزئه هذه الأضحية. نعم. واضح ازاي؟ فالمفروض ان احنا مثلا اذا اردنا ان نشتري الاضحيه ان نشتري من انسان ثقه. بمعنى انه حتى اذا قال الكلام صدقناه. نعم. مش نبدا نبحث وراءه. وطبعا هذا يعرفه اهل الخبره. يعرفون مثلا اذا كان البقر مثلا كسر سنتين باصفرار الاسنان، لو نعم. كان مثلا دون ذلك بيكون اسنانه بيضاء. فهذا يعرفه اهل الخبره، لكن الشاهد ان هو لو ضحى بها لا تجزي. فينتظر ينتظر. تمام. أم حمزة تسأل عن أخت كانت في الطائرة ثم أتى الميقات فلم تحرم ولكن أحرمت بعد الميقات بسبع دقائق. نعم عفى الله عنها، أسأل الله عز وجل طلب أنها يعني في ضرورة أو لم تستطع أو لم تتمكن من ذلك، فقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. وما استوكلوا عليه. ليس عليها شيء. ليس عليها شيء إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منها رب. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. خلينا نعود شيخ محمد إلى الذكر في هذه الأيام المباركة. نعم. نعم. كما قلت هذه أيام ذكر أكل وشرب وذكر. نعم. الله لي أيام التشريق، لكن أيام الأضحية يعني أيام الأضحى، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل لسانه في ذكر الله عز وجل. روى الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ نعم. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. نعم. وخير لكم من أن تلقوا عدواكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الله ذكر الله تعالى
سبحان الله. اي نعم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. نعم. والذاكرون. الله اكبر. كذلك من فوائد الذكر انه يحط الخطايا. نعم. ويذهبها كما في مسند الامام احمد من حديث معاذ بن جبل، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر. من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما عمل آدمي. نعم. عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. نعم. في هذه الأيام أيام ذكر، ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل. فالذكر يكون من خصاله من الأشياء التي ينجو بها العبد أمام ربي سبحانه وتعالى. ما عمل آدمي، يعني ما فيش عمل البني آدم ممكن يعمله. نعم. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. نعم. والحياة الحقيقية هي حياة الذكر. الذاكر لله هو الإنسان الحي. كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه. نعم. والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم. فالحياة الحقيقية هي حياة الذكر التي تكون بالقلب. فأفضل الذكر. نعم. وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان. ما شاء الله. يكون في اتصال كده بين القلب وبين اللسان. اي نعم. 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 اخ محمد، ام محمد وارجع لك. محمد طبعاً. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام محمد. كل عام وحضرتكم بخير. وحضرتك بخير وصحه وسعاده يا رب العالمين. يخليك. انا عايز اسال بس حضرتك الشيخ فضل. عن الجزار اللي بيذبح الاضحيه يعني. نعم. جم جماعة يعني جايبين لنا بقرة يعني يذبحوها أربعة شركة يعني، وقالوا لها تذبح لنا وتاخد 500 جنيه وتاخد 2 كيلو لحمة تكملة يعني لحق ذبحته يعني. يعني هو أنت بتسألي إن هو ياخد فلوس وتكملي له حقه ب 2 كيلو لحمة من الذبيحة. أه. طيب. طيب تمام. عايز أعرف يعني. حاضر هيجيب حضرتك. هل في سؤال تاني يا أم محمد؟ ولو مثلا لو الجزار يعني وزروا لحمه مثلا يعني بعد ثمنه يعني ما خدش كأجر الذبح يعني حلال ولا حرام له؟ طيب تمام تمام شكرا جزيلا ام محمد. هي تسال الشيخ محمد عن ان الجزار اذا ذبح الذبيحه وادوه مبلغ جزء من المبلغ وبعد كده كملت له باقي فلوسه لحمه او ادته فلوسه كلها لحمه من الاضحيه. نعم. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطي الجازر منها شيئا. نعم. يعني الجلد. لكن لو كان هذا على سبيل الهدية فلا بأس بذلك. نعم. وإن كان معوزا فيكون هذا أولى. نعم. يكون هذا أولى. حضرتك هتدي له جزء وتكملوا لحمة فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن أهم حاجة الإنسان يستحضر نية أنها على سبيل الصدقة أو الهدية. لكن لا تكون بنية الأجر يعني. لا لا ليس إن كانت بنية الأجر يحرم ذلك. لا طبعا يحرم ذلك. يحرم. نعم. نعم. لا يجوز. نعم. تمام. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ووصلنا شيخ محمد عند ان الذكر يكون يعني يذهب الله به الخطايا. ناخذ عبد الله وارجع لحضرتك. عبد الله السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اسال سيدنا الشيخ بعد اذنك. نعم. اسال الشيخ بعد اذنك. تفضل تفضل. عايز اعرف ان المجزي في الاضحيه بالنسبه للخرسان. اللي يجزي في الاضحيه اضحيه بالنسبه. نعم. للاغنام صح كده؟ الخرفان. نعم. تمام تمام شكرا جزيلا. سؤال حضرتك وصل والشيخ سيجيب عليه، اجاب عليه منذ قليل وسيجيب عليه مره اخرى ان شاء الله. بيسال يا شيخ محمد عن السن الذي يجزي في الاغنام او الخرفان. نعم. الاغنام او الخرفان كما ذكرنا انفا انه يكون من 6 اشهر. نعم. وطبعا المفروض الانسان ينتقي الاضحيه التي سيضحي لله بها. نعم. واضح ازاي؟ كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن. نعم. يناله التقوى منكم. وقد في الحديث وان الدم لا يقع عند الله بمكان عظيم. واضح ازاي؟ لكن هذه قربة الى الله عز وجل. فالمفروض الانسان يعني لا يعني ويجعلون لله ما يكرهون. هذه مثلا بعض الناس قد يتجمل ويجيب اي حاجه كده وخلاص. نعم. وتكون مثلا هزيله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع شروطا واوصافا لهذه الاضحيه. نعم. لا ما يكونش لا عرجاء ولا عمياء ولا. نعم. ولا مثلا فيها اي عيب من العيوب التي نص النبي عليه الصلاه والسلام عليها. نعم.
لكن المفروض الإنسان ينتقي الأضحية التي سيتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا نعم. قربان لله. طيب المفروض الإنسان يتقرب أو ينتقي القربان الذي سيتقرب به إلى الله عز وجل نعم. حتى يقبله الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منا وإياكم يعني. اللهم أمين. نعود شيخنا الحبيب نعم. إلى الذكر نعم, نعم. قلنا أن أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان نعم. بحيث أن الإنسان يستحضر هذه المعاني وهذه الألفاظ التي يذكر ربه سبحانه وتعالى بها إذ إن الله عز وجل لا يقبل الذكر ولا الدعاء من قلب غافل لاهن. الإنسان مش عمال يتمتم بكلمات هو لا يفهم مرادة هذه الكلمات لا، يعني أنت مثلا كثيرا ما تجد تلاقي ناس هو بيتكلم معاك وعمال يعد بالمسبح، طب أنت بتعد إيه؟ هو أنت بتعد إيه؟ ما هو أنت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم. إما أنك أنت بتتكلم معايا فطبيعي مش هتذكر لأنك أنت مش مستحضر المعنى اللي أنت بتقوله وإما أنك أنت بتذكر فطبيعي جدا مش مركز في الكلام اللي معايا اللي أنا بقوله، واضح إزاي؟ لكن كل إنسان يجمع بين نقيضين هذا يستحيل نعم. كما قلت الإنسان ينبغي عليه أن يستحضر هذه المعاني عندما مثلا عندما يسبح رب سبحان الله، يعني ينزه ربه سبحانه وتعالى أن هذا عن أي نقيصة أو عن أي معيب نعم، واضح إزاي؟ فإنسان مثلا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ما شاء الله، وكم أضعنا بغفلاتنا نعم. النخل من زرع النخل صحيح. الكثير صحيح, صحيح. إيه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ما شاء الله، وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وختم الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه بحديث أبي هريرة الذي نحفظه جميعا نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ما شاء الله نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر ما يعني الله. الكلمتين مش هيتعبوك والكلمتين مش هيخدمونك وقت صحيح، والكلام مش أي إرهاق، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أجمل الدين شيخ محمد والله حقا، وأنت تتحدث عن هذه الأذكار نعم. وأنا أستشعر عظمة هذا الدين العظيم وعظمة الأجر الذي قد نضيعه بسهولة جدا وذات هذه الأيام المباركة يعني. صحيح صحيح نعم. والجنة سهلة نعم. بخلاف النار صعبة النار ممكن تكلفك فلوس واحد مثلا عنده شهوة من الشهوات عايز يعملها او عايز يقضيها هيعمل ايه؟ هيضطر يدفع فلوس عشان يعمل الشهوة دي، واضح ازاي؟ لكن الجنة سهلة جدا جدا، ما اسهل جداً ان تذكر الله بلسانك جدا، ان تبتسم في وجه اخيك كما صحيح. يفعل الشيخ محمد مصطفى ان تحب شيخك في الله كما احبك، يعني عبادات جميلة وخفيفة على النفس. ناخذ معنا اتصال محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وإياكم وزادكم الله. أمين وإياكم. أحسن الله إليك. اللهم بارك لك في قناة الندب والعاملين عليها وفيها. الله يبارك فيك. أحسن الله إليك. الله يحفظك يا رب. شيخنا بعد إذن حضرتك تفضل، يا ريت تتكلم على أجر الأضحية. عن أجر الأضحية، لأن في ناس بتضحي ممكن ياخد 3/4 الأضحية ويفرق الربع. تقصد تقسيم الأضحية؟ لا، انا اعلم جيدا ان لم يرد حديثا صحيحا نعم في تقسيم الاضحيه، بل فعل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نعم، لما سال السيده عائشه ما بقي، قالت لم يبق الا كتفه الايمن نعم، فقال لها بل بقيت كلها ولم يبن الا كتفه الايمن نعم. فبعض الناس ممكن يذبح اضحيه مثلا جمل او بقره او جاموسه يفرقها ويكبش لنفسه، وفي اللي ممكن يذبح اضحيه يقول لك انا ضحيت ويفرق منها جزء بسيط. فانا عاوز يا ريت الناس تعرف اجر الاضحيه عشان يطلع كتير، يضحي يعني لو ذبح اضحيه يطلع منها كتير عشان هو ده اللي هيستفيد بيه. صحيح، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شكرا جزيلا استاذ محمد. هو في الحقيقه شيخ محمد هو يعني يطرح سؤالا نحن نحتاج إليه، وهو أن في ظل الغلاء الاقتصادي اللي حاصل وظروف الناس الصعبة، ربنا يا رب يرزقنا إياكم من واسع فضله، يعني بيطلب أن نذكر الناس بفضل إخراج الأضحية حتى لا يذبح رجل أضحيته ويضعها في الثلاجة أو يدخرها في بيتي. فهو يعني يريد تذكير الناس بفضل الإطعام وفضل إطعام الطعام. نعم،
وهذه من المناقب التي الله عز وجل ذكرها نعم. في كتابه من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يطعمون الطعام على حبه نعم. مسكينا ويتيما وأسيرا. فالإنسان العاقل هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة، وهذه كما قلت وإن في الحديث وإن الدم لا يقع من الله بمنزلة عظيمة. نعم. فهو طبعا ورد في الحديث، لكن وإن كان في صحته يعني لا يصح يعني أن العبد يغفر له عند أول قطرة دم تنزل من هذه الأضحية، لكن الحديث لا صح، لكن الأجر ثابت والمثوبة إن شاء الله عز وجل ثابتة. نعم. لكن مسألة بقى التثليث هذه لا يصح فيها شيء، لكن العلماء استحبوا ذلك أن يدخر الإنسان الثلث وأن يهدي الثلث وأن يتصدق بالثلث، هذه الثلاث كما قلت استحبها أهل العلم، وورد ذلك عن بعض السلف كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. لكن الإنسان ينبغي عليه أن يهادي، طبعا هناك فرق بين الصدقة وبين الهدي، الصدقة تكون للفقراء، أما الهدية فتكون للأغنياء، يعني أنت ستدخر وستهدي نعم. وستتصدق. طبعا الادخار ده هذا لنفسك ولأهل بيتك، يبقى هذا هو الادخار. طيب والثلث الثاني أن يهدي الإنسان، يهدي أقرباءه أحبابه وإلى آخره زملاء مثلا ما شبه نعم. ذلك. الثلث الأخير وهو الصدقة، والصدقة هذه تكون للفقراء. نعم. واضح إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نوسع على الفقراء في ذلك اليوم. واضح إزاي؟ ممكن في طبعا والناس الآن يعني في إعواز نعم. شديد، نسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، وأن يوسع على المسلمين أجمعين. نعم. فالمفروض يعني من دواعي السرور أيضا في ذلك اليوم أنك أنت تدخل السعادة على المسلم الفقير نعم. في هذا اليوم. نعم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلمين، ومن نعم. أفضل القربات أنك أنت تدخل عليه، ممكن إنسان ما بيشوفش مثلا لحم غير في الأعياد، ودين الإسلام دين تكافل يا شيخ محمد، دين صحيح. تكافل اجتماعي يعني. شيخ محمد أنا مستمتع جدا بالجلوس والله بالجلوس بين يديك واستفدت عظيمة جدا، كان من الأصل أن يكون معنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور شفاه الله وعافاه ليطمئن السادة المشاهدين على صحته وأن يحدثنا في الحج والمشهد المهيب، لكنه تعذر عليه الحضور فكنت ضيفا على فضيلة الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى، بل أنا ضيف عليك وأرجو أكون ضيفا خفيفا يعني. ربنا يحفظك شيخ محمد. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى ليكمل فضيلة الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى ويكون ضيفا كريما معنا أحد علماء المسلمين وأحد شيوخ قناة الندى الفضائية فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي، فانتظرونا خلال دقائق بإذن الله تبارك وتعالى وابقوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات.